يا شهرزاد، تعني الحلم المسافر، تعني الإبداع الذي أحلم به، تعني لحظة انصهار، تعني لحظة تلبسني تلك الشخصية فأود لو أعطي فيها الكثير، تعني لحظة أعيش فيها مع الإخوان الرفاق، لحظة أريد أن أقدم كل ما أريد، لحظة أشعر فيها بنشوة وأنا على خشبة، أؤدي ما كانت شهرزاد ليست تلك التي كانت تقص قصصا على شهريار، وإنما تلك التي تحاول أن تغير شهريار لتحاول أن تجعله يعي رحلة البحر ويعي أنه معلق بين السماء والأرض. ولقد حاولت شهرزاد أن تعيده إلى الأرض فلم تفلح التجربة، ستبقى لحظة اختمار حلم ولحظة محاولة إيصال لغة هي لغة كل حوار سابق. غيرني اسم مدير كنت يا على الاستعداد شفتك لقيت قادر يعني كان واحد نوع من التفكير والتركيز في الحقيقه شنو هو هي دابا غير من بعد النصيحه ديال واحد الاخ اللي هو يعني قديم يعني قديم وله خبره في ميدان المسرح قال لي باش خصني نرتاح شويه ونكونسونترا يعني باش ناخذ النفس ديالي ونلبس داك الجو ديال المسرحيه داك الجو ديال العالم ديال شهرزاد. كنت من لو ان شاء الله يكون في المستوى الرائع ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. هذا المنصور من جديد من جديد ها انت تطوف به مزيانه يسير. كنت قلت لنا بانك تعقدتي في المسرحية الأولى يعني هذيك المرة الأولى هذيك كان دابا شوية بنادم تيجي بواحد كما قلت لك قبيلة تيجي بواحد العزيمة قوية وتيجي بواحد الزاد قوي فني باش يلعب لأن باقي ديما توجور عندي داك لا بريمير سان ديما خصني نلعبها وخصني نعطي فيها كيف ما كانت الظروف خصني نعطي فيها. وفقني في الحانة وظل الله فيهم بيهم لازم أنا سعيدة بالمشاركة في هذه المسرحية اللي هي بعنوان شهرزاد. نتمنى باش ننجحوا في تنجح هذه المسرحية و هذه أول مرة كنت أول مرة تنشارك في المسرحية. حالي حالي ما تخافيش. أنت الأخت المشاركة الأخت فاتحة الحقيقة الدور ديالك اللي كيقول لها الإدارة العامة على ما كنظن المحافظة العامة ماشي الإدارة المحافظة العامة ماشي الإدارة العامة المهم كده بقى حدايا اللي استعرفنا شنو هو رأيك في المسلسل هذه وشنو هو الإحساس ديالك أنت غادي لا الإحساس ديالي إحساس الله يعطيك العافية. تقولي يعني عمرها هذيك بحال الفنانة كيهضروا كيجاوبوا المهم كيفاش كتحسي براسك مخلوعة ولا فرحانة ولا لا بحق هذيك الخلعة مشات المرة الأولى دابا ما كاينش خلعة. يا سلام يا سلام نتمنى ما نبقاش خلعة. شاعرنا المفضل أبا الحسن شاعرنا اللي في السماء ديالك في الحقيقة وأنا كنتم وما كنتم وأنا في حالة تهيئ لهذه كنتم وما كنتم كنتم أحس إحساسا رهيبا في أنني حينما سأقول كنتم ولا كنتم وإنما تكونوا وفي الحقيقة كمسرحي مشهور وكاعترافات يعرفها عن الجميع أود أن أقول بأن وأدونيس واحد منهم أود أن أقول بأن هذه المسألة هي مسألة تدخل في نطاق الروتينيات المسرحية من ناحية هذا كترق الشعر كيف تترق هذا الشيء هذا ديالي هذا بعد إذا فتحتني وزير الأول عندك الخايف لا كنت خايف قبيلة أنا دابا لبست الحوايج وحسيت براسي أنا هو ذاك الوزير قمر حسيت براسي أنا نقدر نقوم بهذا الدور هي هذا الدور نقدر نقوم به ما يخلعك ما والو لا ما يخلعنيش انا نخلعو ظهر بك بحال الخير لا 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 كانت هي الخلعه ساعه ما بقاتش دابا مشات مشات كنتمنى كي غتكون هذه المسرحيه زعما كنتمناها تكمل في ساعه ونخرجوا بحال عندنا على خير وهو على استعداد كيفاش البخور البخور اسمه مسائل شنو هو الاحساس ديالك الساحل انت ما كتسخر ما كتخافوش لا في الحقيقه سي توفيق بالنسبه للمسرحيه يعني جدلها بزاف ومادام كنا هذه التجربة أولى غادي ربما غادي نعيش واحد الثغرات وسميتو ولكن رغم هذاك الشيء غادي نحاول نديرو أقصى ما يمكن.
وكنتمنوا نجموا على التوفيق. كتب عليك اخت عائشه عندها شي اقتراح كاين لنا عليك وهذا قال لك بغيتي شي جماليات. نعم من عنده ياك ولكن هما في ماشي جماليات. لا نعم زدت فرحة بهذا المجمع كي نصعب بان ما فيش ما يلوجه في خاطرك. يا سلام هذا اللسان يعزز عن ما حل فنانة. هذا حل فنانة. نعم كنت منا من الأستاذة التوفيق اللي شرفت هذا المجمع وجمعتنا ورجع لها الشرف الكبير والسيدة مريم السادة. وكنت منا الجميع الأخوات التوفيق مستقبل ظاهر لانهم عندهم واحد الموهبه رأيي ديالي الدخول يعني الشعور ديالي كي كنحس فسيتو حقيقة أول ما كيدخل الواحد للسين وإلا كيحس بواحد شوية ديال الخلعة حقيقة الخلعة ولكن من بعد ما كيلقي الحوار الأولي وإلا كيرتاح صافي تيتعود على الناس ويبدا يلقي الحوار بكل سهولة. يا سلام يا سلام. ديك المرة كان يعني كنت مسرحية عرفناها ما غاديش تدوز دابا عرفناها غادي تدوز. الوصفة الأخيرة اللي بقات لنا الأخت سالي سميتك الحداوي فرحانة بقات لنا شنو هو الرأي ديالك شنو هو الإحساس ديالك كنتي على استعداد كنشوف كيفاش الإحساس ديالي. أنا فرحانة بزاف بكوني ممثلة في هذه الفرقة وأنني أنا شعوري تجاه هذه المسرحية أنها علاش خلاني أشنو في السبب اللي خلاني فرحانة هو أن مسرحية في المستوى ماشي كتعالج أبخي جو بارلي جو تو بارل دكتور لأن المسرحية تستحق التشجيع وكثير من التشجيع لأنها راقية وفي المستوى وخاصة أن الممثلين كلهم في المستوى يحتاجون إلى نوع من التشجيع وإلى مزيد من رغم هناك بعض فيما بينهم لم يكونوا على أتم اتفاق وعلى المهم أشكرك أيها وكذلك وكذلك نحن العازف الجميل نعم القيس الرأي ديالك حقا انا فرحان ولكن نشوف هذاك السي ابراهيم مخلوع ما عرفتش هو قالها قالها وانت ما مخلوعش لا انا مخلوعش لكن قلت لي شويه واخا خلف يا سلام. المهم اش كتمنى للمسرحيه كيفاش كتمنى التوفيق كيفاش كتشوف التوفيق شحال ما عطيتو التوفيق غير كتشوفوني تو يا سلام يا سلام اشكرك الجو زوين نعم ونكمل الشيء بخير ونقدر يكون ناشطين ان شاء الله وتوفيق سلام سلام. هذا لقيته كيدخل عبد الاله سي عبد الاله انا اللي بغيت انا دخلت انت دخل معطل لا دابا كنسمعوا بعض النظرات النغمات ديال الاخ شهريار كيعزف هادشي كلشي غنخلع ناري شوي ننسى واحد الاخ الاسم الكريم العصفوري مريم العصفوري مريم هربتي عليا انا شفتكش انا وثانيين عندي معاك هضره كثيره يعني شنو هو الانتصامات ديالك تجاه هذه المسرحيه هذه وشنو هو الشعور ديالك حقا انا عندي موهبه من سن الخامس عشر والى الرابع عشر وانا لا عطيك تسجل زعما طلعتي هذاك من 15 لقد شاركت
4 سنوات في المسرح في عين الشطر تاع البيضاء، الا انه هذه السنه قد شاركت كذلك السنه الماضيه في 88 وهذه السنه كذلك، وعندي واحد الشعور بالنسبه للمسرح شعور زياد معنى الكلمه، وخصوصا عندما كان الاخراج المسرحي هو الاستاذ مختيف مريم، الاستاذ ربما حسب التجربه ديالنا معها كان عندنا واحد الحماس وعندنا واحد التقنيات كافيه كيفاش كتمنى تدوز هاد المسرحيه؟ كنتمنىها تدوز في على ظروف احسن واحسن ما يرام، وكنتمنى بانها تنال اعجاب الجمهور. لا انا محبه للمسرح، وكان هو المسرح وكنحب المسرح وما كنخافش، يعني ديك المرحله ديال الخوف من البدايه فات مرحله الخوف، إلا أنه قبل مثل 7 سنوات كمسرح ما كنظنش أنه أخت مريم ما كنت شايفة لنا. نشكرك على هذا التجوار الجميل وشكرا لك. أختي حسن بقى ليا هو فعلا لقيته هنا، هذا هو المشكل، وهو أنا خدمة أخ حسن كنتظروك تعطينا مكالمة ديالك أنت هو الأخ اللي لقيت في المجموعات، أعطينا الرأي ديالك الاتصالات ديالك حول هذه المسرحية. شكرا على التوفيق. المسرحيه تجربه جديده غادي نقدم مع نادي المسرح من كليه الادب والعلوم الانسانيه بمراكش، تجربه يعني كتجمع بما هو ما يعرف عن الفواد وما يعرف عن الاحتراف، يعني هناك طابع كيشمل الاحتراف كيشمل الهواد، على حين هي تجربه لابد من الرؤيه ديالها ومتابعتها، خصوصا ان عناصر كاين رابع عند عناصر كاين حب المسرح كاين كان تضحية، يعني كاين واحد الكتله اللي هي احسن ما ربحنا في هذا النادي هو ذاك، يعني ذاك الانسجام، واحد المجموعه انسجام من الفرقات بين المجموعه، يعني هذا احسن ما ربحنا خلال المسرحيه، والمسرحيه كعمل كلاسيكي ديال توفيق الحكيم. شكرا توفيق الحكيم. يعني هذه الاعمال مابقاش كتلعب، فخذ المبادره نادي المسرح بكليه الادب وخذ هذا العمل باش يقدموا لاحياء الاعمال ديال الكاتب الكبير. نعم شكرا. نعم كيفاش كتمنى لهذا المسرح؟ على ان اللي اهم عندنا هو ان نعرضوا ونقدموا التجربه للجمهور، هذا هو اللي اهم، يعني هذا اللي اهم. نجاح المسرحيه يعني كان غادي نعملوا حنا بكل ما في وسعنا، ولما المجموعه راه متكتله لهذه القضيه باش ننجح المسرحيه، ولكن كتجربه اولى، يعني ما لا يهمنا النجاح ولا الفشل بما بقدر ما يهمنا ان نقدموا تجربه خدمنا عليها سنتين. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك يا سيدي، الله يخليك الله يخليك ديالك الله يخليك نعم ايوا سيدي نعم سيدي، ترسمات زوينة وجميلة جدا، وتنتمنى ان شاء الله تكون مسرحية في احسن الظروف، ورسمات ديالي بحال الزملاء ديالي كنسين ناشين على انه نقدموا المسرح الجميع، نعطوا واحد الوجة اخرى اللي تتعرف على المسرح المسرحية بحال مسرح الهوات، ونشوفوا الى اي حد انتقت الفنية والطلابية صراحه باش تعطينا واحد المسرحية جميلة في المستوى ديال الطلبة. نعم نعم حنا بغينا نحسو ككلية الآداب أن عندهم سلامات وعندها فرقة وهذا الشيء، بأن بزاف النقاد قالت بأن مسرحية شهرزاد من المسرح الذهني التي لا تصلح للتمثيل وإنما تصلح للقراءة، وفي هذا الإثبات بغينا نديرو محاولات جادة باش نقلوها أنها من أي مسرح يوم من التراث الديني هذاك خصو يتمثل ويتعطى حقه، خصوصا أن من التراث المسرحي العميد المسرح الكبير توفيق الحكيم، لهذا كليتنا هي كلية الآداب وراسد هذه المسرحية اللي عندها مهم دراما دائرية وعندها بزاف الفروع، وكندرسوها شعبة السنة الثالثة بالنسبة لكل مادة المسرح كندرسوها كتفصيل كنفصلوا جزئية هذه المسرحية، بغينا ننقلوها من الطور النظري إلى الطور التطبيقي، لهذا فاحنا كنحاولوا نجتهدوا فيها باش نعطيو شي إبداعات وتقنيات مسرحية عالية، والفضل كله كيرجع لأستاذنا
أستاذة جواد بخسي ماريا اللي كتحاول تساهم، واللي هذه المسرحية خدمنا فيها ما يزيد عن سنة والنصف باش طلع في هذا القالب النهائي ديالها. شكرا. الجمهور اللي حاضر معنا هنا في وحضروا معنا في الكواليس، يعني شنا هو الرأي ديالكم وشنا هي الانتصامات ديالكم، شنا هو الإحساس ديالكم في انتما كنوصف الرجال زعما زعما هكي دي بجوج خويا كنتمنوا لكم من قلوبنا التوفيق وما يقعش كما وقع من قبل. كنتمنوا لكم حظ سعيد. حتى الجمهور تعقد معاكم دابا، حنا ما غنقولوا تفرجنا حتى كمل اللعب ونصف ساعه نقول لك ان شاء الله الاخت هذه اللي كتزيد علينا سيدي. علي المهم هذه التفاته ذكيه، لانك المهم اللي قام بهذا العمل هذا انه غادي يسجل لنا واحد الفتره اللي هي تعتبر بالنسبه لكم تاريخيه، غادي تسجلها في هذا الشهر هذا. المهم اللي لفت النظر ديالي في الكواليس بطبيعه الحال هو واحد العنصر اللي كنظن انه مهم لنجاح اي عمل مسرحي، وهو الانسجام بيناتكم، وهذا كيدل على انكم تاخين في انفسكم. انا ما كاين حتى شي ارتباك، ما كاين حتى شي خلعه ولا شي، والعلاقه الحميمه الطيبه بينكم وبين الاستاذه اللي مشرفه على هذا العمل هذا، وبحيث ان الواحد زعما اللي كيجر مزيان هو الحب ديالكم لهذيك الاستاذه اللي هو بطبيعه الحال متبادل. ومنتمنى لكم ان شاء الله الى التوفيق. شكرا لك.